المطالبه بالاستعجاليه ديال المتابعه ديال الاصلاح. طبيعة الحال كل تقرير سنوي عندنا توصيات، وكل تقرير سنوي كندعو السلطات وخاصة الحكومة المغربية والبرلمان بتفعيل التوصيات، لكن ممكن أن أقول للأسف بأن هذه التوصيات ديال المجلس لا يتم تفعيلها بشكل نقول شامل. هناك بعض التوصيات يتم تفعيلها. طبيعة الحال هذه نعتبر نحن في متابعتنا، في رصدنا، في تحليلنا، في استماعنا إلى المواطنين وإلى الحالات ديال الانتهاكات، نعتبر بأن هذه التوصيات، ورأينا مثلا كيف أن على المستوى الدولي يتم نقول تقديم توصيات للمملكة المغربية، وهي توصيات تتقاطع بشكل كبير مع توصياتنا. فإذا توصياتي ممكن أن أقول بأنه هذا كذلك نقولوا عنده واحد المعنى معنوي وسياسي مهم جدا بالنسبة لمؤسسة وطنية، أن المؤسسات الدولية تتقاطع في مع توصياته. نعتبر كذلك بأنه في ترافعنا مع القطاعات المتعددة، هناك تجاوب في بعض الحالات، هناك نقول نسبية في التجاوب من قطاعات أخرى. البرلمان نتمنى أن البرلمان بالأساس ننتظره في 4 تشريعات عند أهميتها في التحولات التي نعيشها، مدونة القانون الجنائي، المسطرة الجنائية، المسطرة المدنية، ومدونة الأسرة. نعتبر بأن النقاشات الوطنية والمجتمعية تثير وتؤكد تحولات ثقافية ذات أهمية فيما يخص التفاعل والتعامل مع قضايا مرتبطة بالعنف الجنسي، بالعنف الجسدي، بالحريات الفردية، بعدد من الإشكالات. هذه لا يمكن أن لا نستمع إلى هذا المجتمع الذي تطبق عليه القوانين.